المينيبوس والدلمش اسمان لوسيلة مواصلات شعبية في تركيا، اعتاد الأتراك استخدامها منذ عشرات السنين فأصبحت جزءا من تراث تركيا، لكن هذه الوسيلة أخذت تتلاشى شيئا فشيئا بفعل قرارات حكومية تهدف للقضاء عليها لأنها لا تتناسب مع حضارة تركيا وفقا للرواية الرسمية. يظن نحن نواكب التطور من تلقاء أنفسنا، عربتنا مكيفة في الصيف وفي الشتاء دافئة، الركاب ممتنون من خدماتنا، لماذا قطع أرزاق السائقين؟ استبدلت الحكومة التركية المينيبوس بوسيلة متطورة أطلقت عليها اسم متروبوس تتماشى مع التطور الحضاري للمدن التركية لا سيما المدن السياحية كاسطنبول. القرارات الحكومية التي أغضبت السائقين لأنها تعرض أكثر من 20,000 منهم لفقد مصدر رزقهم يعتبرها البعض إيجابية. أنا أفضل الوسيلة الجديدة لأنها أكثر أمناً وسريعة للغاية. الوسائل القديمة بطيئة وتسلك طرقاً فرعية بلا إنارة. إذن ما بين مواكبة التطور الحضاري وإزالة كل ما يشوش صورة تركيا الجميلة، يبقى سائقو المينيبوس هم الضحية. يرى كثيرون أن مواكبة التطور الحضاري سيغيب وسيلة المواصلات الشعبية هذه عن شوارع تركيا، لكنها ستبقى راسخة في الذاكرة التراثية للشعب التركي. مهران عيسى، سكاي نيوز عربية، اسطنبول.